كثير لهالتكريم، هيدا شرف لنا وقلبنا كبر، قلبنا كبير كثير، وان شاء الله يا رب ما بيوقف هون المهرجان يتكرر دائما دائما. نحن كثير فخورين بالانجاز اللي قدرنا نعمله، انه نقدر ننظم النسخه الثالثه من هالمهرجان، خاصه بظل ظروف كثير صعبه عم تمرق فيها لبنان والمنطقه بشكل عام. بما انه طرابلس تم اختيارها كعاصمه الثقافه العربيه، حبينا شوي نضوي على روحيه الموسيقى من المنطقه العربيه، فكانت الهدف انه نحن نحاول نعمل مهرجان على 3 ايام بيضم موسيقيين محليين وموسيقيين من المنطقه العربيه لنفرجي الغنى والتنوع الموسيقي الموجود. بدل النظارة اتنين وإزاز البيت لونين ونستفيد. حسينا انه هو هيدا الافتتاح تبع ستيريو كواليس، حبينا نستخدمها كعن جد تعهد ان كان للمجتمع او للمدينة انه نحن هون موجودين نغير الواقع ونغير النمطية السائدة عن هيدا المدينة اللي نحن عايشين فيها. عم بيعملوا هالمهرجانات الحلوة لهم شي سنتين، عم يطوروا بهالمسرح، وهلا كان المهرجان اللي عاملينه بهاليومين كان كتير كتير حلو، أخذ طابع سياحي على مستوى لبنان كله. يعني نتيجة القعدة اللي هون عم بعدها عم شوف شباب بنات من مختلف المناطق. هدفنا لما بلشنا وفتحنا هالمساحة كان عن جد هدف ومشروع مجتمع إنه نعيد إحياء حي مهمش. اتمنى انه هيك على طول يصير، يعني هيك كانت المينا اصلا، هيدا كنا الشارع نسهر فيه للساعه 1، كانت الناس تحط موسيقى والسينما شغاله، الناس كانت هيك بالشارع. يعني هلا ها امبارحه كان الجو حلو، هالشباب هالجيل الجديد يعني رقص اغاني، الناس مبسوطه. عارف انه راح على القلق بس الناس في اي مكان حاسه هيحبني ان انا العب مزيكا فيه هبقى تمام مع المكان ده وهبقى مبسوط فيه. ف الصراحة ما فرقتش بالنسبة لي، يعني ميوزيكلي ما فرقتش ان انا العب في بيروت عن ان انا العب في طرابلس، هو انا المهم بالنسبة لي يعني بتفرق في السياحة اكيد، اروح اشوف الشط واعمل كل الحاجات الحلوة دي، بس اتس ذا سيم ثينج بالنسبة لي، ان في ناس هنا بتحبني وانا جاي العب لهم حاجة انا بحبها ودي حاجة انا بحبها بس. You're